في إطار التحسين من ظروف الاستقبال وأسرامتها، قامت اتصالات الجزائر بخنشلة بافتتاح عديد الوكالات التجارية عبر تراب الولاية. في إطار تحسين ظروف الاستقبال وتطوير وعصرنة الشبكة التجارية لاتصالات الجزائر، قامت المديرية العملية لولاية خنشلة بتهيئة العديد من الوكالات التجارية على مستوى كل من خنشلة، قايس وششار، بحيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات التقنية، كما تم وضع مكاتب لذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل من عمليات اللي يقوموا بها على مستوى الوكالة، وكذا وضع نظام جديد لمعالجة البيانات والمعطيات وكذا تقديم الخدمات في المجال التجاري والتقني. وصلنا ما طولناش، ما كانش غاشي، حتى كل غاشي مديرين بارتيكي تسمى تز التيكي تز بارتور دو رول تليفون، تعيط باغزومبل تليفون على اون بان ولا حاجة، الانترفونسيون تاعهم تكون في ساعة. وعلى غرار باقي الإدارات والمؤسسات العمومية، أقيمت هذه الممرات لذوي الاحتياجات الخاصة مع وضع شباك بعلو منخفض خدمة لهذه الفئة من المجتمع. كنا نعيطوا للسيد اللي راه مثلا يخلص علينا، نعيطوا له يخرج لبرا. الرفع من نوعية الخدمات المقدمة للزبائن من المهام المنوطة باتصالات الجزائر في خنشلة، على غرار تحديث شبكة الانترنت وإصلاح الأعطاب.